صنعاني شهير يقرع طبول البرع ويثير جدلا واسعا عقب ظهوره بقناة الجزيرة. إليكم التفاصيل. استضافت قناة الجزيرة القطرية صباح اليوم قارع طبول البرع الشهير ملاطف. وظهر ملاطف الحميدي بقناة الجزيرة عقب إثارته لحماس الجماهير بمدرجات قطر، ويلهب استديو الجزيرة هذا الصباح بالإيقاعات التراثية اليمنية العتيقة. وشن ناشطون يمنيون حملة انتقادات واسعة على قناة الجزيرة، متهمين إياها بإهمال المبدعين والفنانين اليمنيين وإظهار قارع الطبول ملاطف في إهانة متعمدة للشعب اليمني من قبل قناة الجزيرة على حد تعبيرهم. ظهور عازف البرع اليمني الشهير ملاطف حميدي بإحدى التحضيرات بملاعب مونديال كأس العالم في قطر. البرع اليمنية ستكون حاضرة في مونديال كأس العالم. ملاطف حميدي المشهور والمعروف في موهبته في دق البرع سيكون أحد الممثلين عن الرابطة اليمنية لتشجيع المنتخبات العربية في مونديال كأس العالم.